بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أقول لكم وصفة جميلة جدا إن شاء الله، وصفة سحرية عبارة عن الصنفرة الأمريكية لإزالة أي جلد مسمار أو مسود أو الجلد. بس الأول أحب أرحب بيكي في قناتي الجديدة، مقتطفات حلوة من كل مكان. ولو لسه ما اشتركتيش يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك الإشعارات في فيديوهاتي الجديدة أول بأول، وتكوني أول واحدة تشوفيها بإذن الله. ولو عجبك الفيديو دوسي لايك للفيديو دعما منك للقناة. الوصفة النهاردة هبدأ وصفة النهاردة ب وصفة النهاردة بمعجون الأسنان، عبارة عن معلقة من معجون الأسنان. تاني حاجة معلقة بقعة من كربونات الصوديوم، من وصفة فعالة وجميلة جدا. ليمون، ليمون، شايف الفوران؟ فوران غير طبيعي. وصفة فعالة جدا وجميلة دي، اسمها الصنفرة السحرية الأمريكية، لأنها بتبيض على طول، بتفتح البشرة على طول من أول ما تستعمليها. اللي عاوزة تروح فرح، واللي عاوزة تروح حفلة، واللي عاوزة المناسبات السعيدة والحفلات، استعملي الوصفة دي قبل ما تروح الحفلة إن شاء الله بتنور البشرة على طول. عشان أجربها حط كده بالفوران كده. في حاجة تانية معانا في الوصفة، بفرشاية أسنان كده، لأن دي صنفرة اسمها صنفرة سحرية لإزالة أي جلد مسود مسمار. والحتت دي والحتت دي كده 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 لأنها جميلة جدا وفعالة جدا، وبتشيل أي حاجة، بتفتح جامد جدا يعني، وهتنبهري بيها وانت ذات نفسك هتجربيها كده بالفرشة السنان كده. وليمونة، طبعا الوصفة معايا كده بقلبها كده، وهنا ليمون، تاخدي بإيدك من ليمون حط كده على الوصفة. وصفة جميلة جدا جدا وتنبهري بيها ان شاء الله، لانها بتساعد على تفتيح الجلد، بتفوق طول ما انت بتحط ليمون كده على لمدة 10 دقايق بس. مش بعد كده، بعد كده بعد 10 دقايق تغسلي بشرتك. طبعا دي للرجلين وللكوع واي منطقه سمره في الجسم. بالظبط كده، ليمون ليمون كده بتعملي كده بالفرشه السنان بتاعت الاطفال، بس بالراحه بشويش وبالراحه ان شاء الله تنبهري بيها، لانها مجربه وفعاله جدا.
عرفت الوصفة بتاعت النهاردة، ان شاء الله تنبسطي بيها وتنبهري بيها بإذن الله. ان عجبك الفيديو دوسي لايك للفيديو، وان شاء الله اي وصفة انت حباها تقوليلي عليها في الكومنتات اللي تحت، وان شاء الله هرد عليك. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.